تشارك الإمارات العالم احتفالها باليوم العالمي للبيئة الذي يقام تحت شعار لا نملك سوى أرضا واحدة، جوانب من ريادة الدولة في المجال البيئي ومبادراتها في هذا التقرير. إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة هو الهدف العالمي الأسمى الذي تسير نحوه الدول اليوم وتتعهد لتحقيقه. ويأتي يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو ليذكرنا بهذا الهدف. ولأنها جزء مؤثر في المنظومة الدولية، تجدد الإمارات في يوم البيئة العالمي التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات صون البيئة. وتعتبر تجربة دولة الإمارات استثنائية من ناحية الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية مع التقليل إلى أدنى حد من التأثيرات التي تخلفها أنظمتها الإيكولوجية والبيئية. وفي هذا المجال تبرز مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 واعتماد سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 وتشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري. وقبل أكثر من 15 عاماً بدأت الدولة بالتوجه نحو قطاع الطاقة النظيفة، وتحتضن حالياً 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة. وتعد الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تشغل محطة طاقة نووية عديمة الانبعاثات الكربونية، وأول دولة في المنطقة تقوم ببناء منشأة صناعية لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. كما تعمل الإمارات على تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المبتكرة مثل الهيدروجين النظيف. وعلى المستوى الدولي أطلقت الإمارات مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 35 دولة. كما تستعد الدولة لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في عام 2023. المجتمع، الشركات التجارية، المزارعون، المصنعون، الحكومات، الشباب، التربويون، اليوم كلهم مطالبون بأن يعيدوا التفكير في كيفية استهلاك موارد أرضنا المحدودة وتطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. فلا يكفي أن نحتفل اليوم بكوكبنا، بل لابد وأن نحميه ونستعيده بصحته وشكله الأولي.